بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار. قلبي يهوى للعماني والكركي والمعاني ومرتدي أعز إخواني كلنا واحد إيد بإيد. محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرقاء عزيمة وقوة حديد. مفرقة والطفيلي والعذباوي مية مية جار الشيمة دباوي أهل الكرم والحمية. نشبيوي بالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزمو إصرار. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هذه بلدنا. في كل حلقة نختار لكم الأفضل والمميز. رحبوا معنا في ضيف حلقتنا اليوم المهندس عبد الرزاق الحياري. أهلا وسهلا. أهلا فيك ست شراف. أنا المهندس عبد الحياري، مهندس معماري خريج الجامعة الأردنية عام 2014. بلشت دراستي عام 2010 وانتهينا وبلشنا بالعمل الهندسي مباشرة بعد التخرج. كان تجربتي المعمارية سابقتني لأنه والدتي هي أصلاً مهندسة معمارية. من عمر أطفالي يعني كنت في العمل الميداني في الورش في المواضيع هاي كلها. هلأ لما كنت في الجامعة كان موضوع المكتب وموضوع الدراسة مختلطين مع بعض، فاللي كنت أتعلمه في الحياة النظرية أو ألاقي تطبيقات مباشرة في الحياة العملية، يعني قبل مرحلة تدريب الجامعة كنت برضو على اطلاع تام، فأسهمت هاي بزيادة بخبرتي وزيادة في مقدرتي على فهم المشاريع وتصميمها. كمان شغل بحب أحكي عنها اللي هي القدرة على استيعاب وفهم العلوم التطبيقية بشكل عام مع سوق العمل، كيف إمكانية دمجها. فلاحظت بهذا التخصص بالذات إنه إحنا التطبيقات المدروسة في الجامعة هي عبارة عن تطبيق لأرض الواقع، يعني كنا نستخدم كافة العناصر المشاريع إنه هي اللي تتنفذ على أرض الواقع. أستاذي، متى تأسست هذه المشروع؟ المشروع تأسس بالعام 1994 بطريق والدتي، كانت هي مهندسة معمارية كانت في عمري، تخرجت برضو من الجامعة الأردنية وأسست مكتبها في مدينة السلط. هلا التطور في المكتب والحركة يعني تطور الشغل في المكتب كانت هي فترة طويلة من الخبرة والممارسة للمهنة، وزي ما حكيت لكم في السابق إنه أنا كنت يعني موجود عنصر ثانوي في المشاريع الهندسية وكنت أساعدها اللي بقدر عليه، يعني لحد ما دخلت الجامعة وفهمت موضوع الهندسة بشكل كبير. صارت والدتي أكثر قربا للجانب الأكاديمي وصارت دكتورة في جامعة البلقاء، يعني هي دكتورة هندسة معمارية برضو، فتطرفت شوي عن العمل الهندسي وصرت أنا المسؤول الكامل على المكتب، فصار علي مسؤولية كبيرة مظبوط، بس برضو أنه تطورت قدراتي والاجتماعية إنه شاب يستطيع أن يقوم بتطوير عمل ومسؤولية عليك إنك أنت تبني مشاريع وتوفر مساكن للمواطنين، توفر مباني يستخدموها في حياتهم اليومية، يعني عمل عليه مسؤولية وتأثير كبير في المجتمع. فهي كانت الفكرة إنه تطبيق القوانين وعدم مخالفتها، لأنه ملاحظين إحنا في عمليات البناء دائما بنحكي في مخالفات في مشاكل في فساد في كذا، فلا لازم إحنا يكون علينا مسؤولين نطبق القوانين في طريقة غير مجحفة في حق المواطنين وبنفس الوقت تكون مناسبة، لأنه أهم إشي بحياة الإنسان هو المسكن، المسكن الملائم هو الذي يؤدي إلى الحياة المثلى. الحمد لله، أتمنى لك التوفيق أنت والوالدة. ما هي الخدمات اللي بتقدموها في هذه الشركة؟ هلا ككل المكاتب الهندسية أول شيء هو تصميم المباني، هو الإشراف الهندسي وإدارة المشاريع وتنفيذها وتقديم النصح الأفضل للمالك وصاحب العقار لتوفير كافة الشروط التي هو يرغب فيها. هلأ الخدمات العامة هي لكل المكاتب الهندسية. رؤية الشخصية أنه برضو إحنا في الأردن يعني صار عندنا موضوع المباني والهاي صارت عبارة عن تكلفة كبيرة وصعوبة تأمين المسكن للأفراد وارتفاع أسعار الشقق زي ما احنا بنلاحظ وارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات بشكل عام، والأراضي صار عندنا احنا الأراضي كثير مرتفع سعرها، فمسؤولية من المعماري أولا ومن المخطط ثانيا أنه يقوم بتوفير كافة السبل لتخفيض التكلفة العامة وتوفير أفضل الخيارات لتأمين المساكن. واجبنا أن نأمن مساكن رخيصة الثمن باستخدام أحدث التقنيات وعدم إهدار الطاقة والموارد كافة في جميع مجالات البناء والسكن فترة تشغيلية للبناء، لأنه البناء ليس فقط هو
الفترة يعني إنشاء المبنى، بل هي فترة تشغيلية كافة للمبنى من عمر يعني خلص سكننا هالبيت نظن عايشين فيه مثلا مدة 20 سنة، فهي هي التكلفة الفعلية، مش التكلفة الفعلية تكلفة البناء نفسه. فهو إحنا بنعمل مصروف الطاقة، عندنا حسابات لمصروف المنطقة، العوامل المحيطة، إنه نأمن أحياء سكنية مناسبة، أحياء تجارية مناسبة، ابتعاد عن الاكتظاظ، تنظيم، توفير أفضل أمور. حضرة المهندس، أي مشروع بيواجه صعوبات ومشاكل سواء طب، هندس وإلى آخره، ما هي الصعوبات اللي تواجهها في العمل؟ يعني رقم واحد يعني هاي كل مهندسين بيشكوا منها اللي هي التشريعات والقوانين البيروقراطية نوعا ما. يعني الإنسان المهندس بالذات بيعاني بشكل كبير مع البلديات والأمانة، لأنه عندهم طريقة في توصيل المشاريع تؤدي إلى إطالة العمر، إطالة المراجعة والأوراق، كثرة الأوراق وكثرة الكتب الرسمية ومحاجة إلى التواقيع والحاجة إلى الأختام والحاجة، فتؤدي إلى تقليل الكفاءة والعمل وزيادة مدة المبادرة في المشروع مباشرة، زيادة الفترة الزمنية المباشرة في المشروع. فتعتبر هذه المعيق الأول. المعيق الثاني هي عدم وجود قدرة مادية كبيرة بيد صاحب العقار أو صاحب المالك الذي يريد أن ينشئ العقار، فتؤدي إلى تقليل تقليل الجودة في المباني واستخدام عناصر إنشائية غير مناسبة، وكفاءة المبنى تقل. على سبيل المثال دائما يحب المالك يوفر حاله بالحديد، يوفر حاله بالحجر، يوفر حاله، ممكن تؤدي أحيانا إلى ظروف خطرة في عملية الإنشاء. الشغلة الثالثة اللي هي نظرة المجتمع للمهندس المعماري، هي عبارة عن شخص بس يقوم برسم المخططات، لكن في واقع الأمر إنه المعماري هو يتحمل مسؤولية حياة الإنسان داخل هذا المبنى. فهو ليس موضوع انه احنا نجيب مخططات ونختمها على اساس بس نباشر بالتنفيذ على رغبه المالك على رغبه الافراد. مرات بيكون الانسان ما بيحسب حساب كثير شغلات بالمستقبل احنا بنكون حاسبينها، وعديد من الامثله والظروف، مثلا كتدفئه المبنى، كاستخدام الطاقه البديله، كاستخدام على الحجر، كاستخدام يعني كثير من الامثله نقدر نطرحها والناس بتعرف يعني، بس انه مع الوقت بصير يعرف المستخدم. يعني ممكن يقول لك لا انا بدي هيك وما بدي هيك وبدي هيك، بعد فتره بسكن وبيضطر يغير سكنه لانه هو ما قام في الاستشاره الصحيحه. اوكي استاذ، لانه مشروعكم ما شاء الله ناجح، ايش الرؤيه المستقبليه لديكم؟ بالتاكيد التوسع وقيام مشاريع كبيره، والهدف الاسمى للمكتب انه نقوم خدمه المواطن زي ما حكيت لك، وخدمه الشعب الاردني، لانه الشعب الاردني بيحتاج الى توفير تطوير البنيه التحتيه، تطوير المباني اللي احنا بنعيش فيها. ما بيكون التطور عباره عن فقط زياده اقتصاديه في المؤشرات الاقتصاديه، التطور هو عباره يعني تطور في الحضاره وفي العماره وفي الاقتصاد. فالتطور الحضاري بيعكس التطور المعماري. لاحظوا انتم المدن الكبرى في العالم اول شيء بنفكر فيها، مثلا لما نفكر بباريس بنفكر برج ايفل، بنفكر بنيويورك بنفكر بناطحات سحاب، بنفكر كل هاي المدن الكبرى بتعكسها تطور معماري، فهو المعماري عليه مسؤولية كبيرة، وإن شاء الله نكون عقدها المسؤولية. إن شاء الله يا رب، أتمنى لك التوفيق. عزيزي، شو كلمة بتحكيها لجيل الشباب عن ثقافة العيب؟ هلا هاي الكلمة لازم تندثر أول إشي، وثاني إشي إنه ثقافة العيب بلشت تضمحل بسبب ما فيش بدائل، فالشاب لازم يوفر لحاله طريقة لتسيير أموره وبناء مستقبله. هاي شغلة. الشغلة الثانية إنه هو الشاب ما فيش طريق، يعني عانى صعوبات كبيرة وما وجد التوجيه المناسب في حياته أساس يحصل على الفرصة الملائمة لتكوين مستقبله. يعني فيجب علينا كمهندسين رقم واحد، وكجهات حكومية رقم اثنين، وجهات تعليمية رقم ثلاث، توجيه الأفراد من دون عمق أطفالهم لماذا يريدون، يعني شو ناويين يسووا في حياتهم. الأردن ينعم بنعمة الأمن والأمان، ما هي الكلمة الطيبة التي تود أن تقولها؟ أول شيء الحمد لله، وإحنا عايشين بنعمة كبيرة، لأنه إحنا لو نطلع على الدول المحيطة فينا بنشوف المأساة اللي بيعيشوها كل يوم، فإحنا الحمد لله ربنا يعني ساتر علينا ومأمن لنا بلد نقدر نعيش فيها ونكون فيها كل أحلامنا. هلا كمان شغلة هي بالنسبة للأمن والأمان، هي معادلة، المعادلة هي قديش نسبة وعي المجتمع. وعي المجتمع بتكون يعني عبارة عن شغلتين، أول شيء الرؤية العامة للنظرة الاجتماعية للمجتمع،
والشغلة الثانية اللي هي كمية وجود عقول الكفاءات في المجتمع. فالكفاءات اللي عندنا احنا في الأردن للأسف قاعد تضمحل بسبب الهجرة. كل الشباب الأردني الواعي المتعلم اللي هو عليه الحمل بيهاجر لدول الخارج الأردن، بيغترب أساسي مواضيع اقتصادية بسيطة ممكن إنه يتحملها في الأردن، لكن هو يضحي في هذا الموضوع. فأنا موجود في الأردن يعني وبفتخر إني بشتغل في بلدي، حتى لو كان مردود المادة ضعيف أو حتى لو كان المردود المادة ضعيف أو غير مجدي يعني بشكل كبير زي ما أنا بسافر، بس أنا ببني في بلدي. هاي شغلة. الشغلة الثانية، إذا أنا رحت مين بيضل؟ يعني إحنا المهندسين، الأطباء، المعلمين، المزارعين، كل أنواع بشتى مجالات الاقتصادية، إذا هاجرنا مين يضل في البلد؟ خصوصا إحنا بنعاني بظروف طارئة، يعني ما ضلش فيها إلا إحنا. الموارد الاقتصادية عندنا محدودة، الموارد الطبيعية عندنا محدودة، فبنحتاج نأمن بديل. يعني ننظر إلى اليابان، ما عندهمش أي نوع من أنواع الموارد الاقتصادية، لكنهم نهضوا في العلم والتطور التكنولوجي اللي هو رديف مباشر لعملية التعليم، وهذه هي فكرتي. سيد عبد الرزاق، إذا حالفك الحظ وقبال جلالة الملك عبد الله، ما هي الكلمة الطيبة التي تود أن تقولها له؟ يعطيك العافية. يعني جلال سيدنا ما شاء الله عليه ما خلاش وسيلة انه ينمي فيها البلد ويزيد تطور وازدهار المجتمع الا وقام بها. شغلة ثانية، انه كل المجتمع الاردني او المواطنين الاردنيين بيثقوا في جلالة الملك، وهاي هي نقطة القوة في الاردن، لانه باقي الدول اللي صار فيها شوية مشاكل ونزاعات انه ما فيش ثقة بالسلطة الحاكمة، تؤدي انه المجتمع بصير عنده ضعضعة في المبادئ الايديولوجية الرئيسية للمجتمع، فبيؤدي هذا الموضوع الى لا سمح الله النزاعات والمشاكل. اما عندنا في الاردن فاحنا عندنا التفاف شامل حول جلالة الملك، وهذا الموضوع هو اللي خلى الاردنيين يستقروا بشكل رئيسي. أعزائي المشاهدين، وفي نهاية هذا اللقاء لا يسعني لأن أتقدم في جزيل الشكر للمهندس عبد الرزاق الحياري على تواصله ودعمه لهذه البرنامج. نشكركم أعزائي المشاهدين. هم بس الأردنية، هم بس